بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا عبر قناتكم قناة الأردن الرياضية، مستمعينا عبر الإذاعة الأردنية، إذن مباراة يستقبل فيها فريق شباب العقبة فريق معان في ديربي الجنوب. الراحة الكبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين بعد أن حقق فوزا على منافس. الكرة الرأسية الآن تصم بعيد ولكن بجوار المرمى، ركلة ركنية لمصلحة معان بالأسلوب القصير تنفذ. حربي يعكس الكرة وبالكعب والخطورة معانية ولكن جدا. الآن كرة مقطوعة، تمريرة بالأمام، هجم الآن مرتدة لمصلحة فريق معان. معان بالهجوم، معان بالهجوم وتسديدة، والهدف الأول جول أحمد النجد إلى كريس. تسديدة بعيد من غير المدافع ولكن عمارة. بعد الآن الصافرة تأتي تنهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق معان على فريق العقبة بهدف مقابل لا شيء. نرحب بكم أجمل ترتيب مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني من الدوري الأردني للمحترفين. الشوط الأول انتهى بتقدم فريق معان للعقبة. العمود القريب، فرصة والعرضة وهناك متابعة وضاعت. هجم لمصلحة فريق العقبة. العرضية تأتي، فرصة ذهبية وسبب هزيمة على مرحلتين. ولكن أيضا عصفور يمرر، ولكن أيضا إسريوا ينفذ. والمتابعة الآن، فرصة ذهبية. محمد المشا، محمد تمريرة إلى الآن. هجم لمصلحة فريق معان وفي الشباك الجانبية. معان إلى المرتبة الثامنة. والآن أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، نهاية أحداث هذه المباراة بفوز غالي وثمين جدا جدا لفريق معان على فريق العقبة بهدف مقابل لا شيء.